من قناة الجديد في بيروت. مساء الخير. إن جريمة عرسال ارتكبت بحق الجيش عن سابق تصور وتصميم، ويخطئ من يعتقد أن عملنا لمكافحة الإرهاب سوف يتوقف. أمر لليوم ولكل يوم، سدده قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى كل من يعنيهم الأمر. وأكاد قهوجي في أمره الاستثنائي أن يسمي هؤلاء المدافعين عن الفاعلين قائلا: لن نقبل بأي مساومة سياسية على دم شهيدينا بيير بشعلاني وإبراهيم زهرمان. واليوم شيع الرائد بشعلاني من بلونة إلى المريجات، حيث تدفق رفاق السلاح لوداع رفيق الوطن وشهيده على وقع زخات الرصاص، ومعها زخات مماثلة من الدموع لأهل ما صدقوا أن ابنهم قضى على أيدي أبناء وطنه. وإلى المريجات حضر رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مواسيا معزيا واعدا بالقصاص، فيما كانت صور شهيدي الجيش تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي وتنتشر عبر الهواتف لتكشف عن بلطجية من عرسال خالفوا شرعة حقوق الإنسان وحق الأسر، وأقدموا على ضرب عناصر الجيش بالبلطة بعد وقوعهم في الكمين، كما قالت صحيفة النهار التي أكدت أن السيارة التي وضعت عليها جثتا الشهيدين كان يقودها أحد أقرباء رئيس بلدية عرسال علي الحجيري. الصورة أظهرت أن العناصر كانت بلباسها العسكري ولم يكونوا بلباس مدني كما زعم الحجيريون، ما يؤكد كلام قائد الجيش عن الجريمة المقصودة عن سابق إصرار وتصميم. فمن هو المصر ومن كان المصمم؟ هي جريمة غير مشمولة بشعار النأي بالنفس، وما كان رئيس الحكومة تحت هذا الشعار مضطرا لأن يصدر شهادة حسن سير وسلوك برئيس البلدية ونطق بلسانه من أنه مؤيد للجيش. وحبذا لو ترك ميقاتي المدعو علي الحجيري للقضاء إذا ما أراد التحقيق معه. وعرسال اليوم لن تكون في حاجة لأب يحمي هويتها على غرار أبوة ميقاتي في السابق لقادة الأجهزة الأمنية، فحمايتها من امتثالها للقانون وعدم تحويل أرضها إلى ريف يسرح فيها الجيش الحر وما تيسر من إرهاب. ومن دافع بالأمس عن عرسال ليس مسموحا له أن يبكي في الجنازات. فأين نواب المستقبل وأفواج زحلي الذين توافدوا زرافات ووحدانا إلى عرسال الصيف الماضي عندما جرحت مشاعر أبنائها بعد اتهامهم بإيواء القاعدة؟ والأهم، لماذا رفضتهم المريجات اليوم؟ إذن المريجات تودع شهيدها الرائد بيير بشعلاني، وأبرز المعزين رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي. عاد بيير بشعلاني إلى بلوني يحمل رتبة جديدة، النقيب الشاب أصبح رائدا برتبة شهيد. لكن لن يتسنى لبيير الاحتفال مع عائلته التي سكن وإياها في هذه البلدة الكسروانية، لأن هذه المرة دخلها مسجن في نعش على أكف رفاقه في المؤسسة العسكرية بعد أن قضى في عرسال لدى تأديته واجبه. موكب الشهيد بشعلاني شق طريقه بين جموع المحتشدين من أهل البلدة على وقع لحن الموت. ومن بلوني إلى المريجات، مسقط رأسه محطات استقبال شعبية في أكثر من بلدة نثرت على نعشه الأرز والورود. موكب التشييع وصل إلى المريجات، حيث كان الأهل والأقارب ورفاق السلاح في الانتظار، فكان أشبه بعرس شهادة. قائد الجيش جان قهوجي كان أبرز مودعي بيير، وأكد خلال تقديمه واجب العزاء لوالده جورج بشعلاني على أن الجيش سيقتص من المجرمين ولن يتراجع تحت أي ضغط. وبعد ذلك كان جناز لراحة نفس الشهيد وكلمات لممثل عن العائلة والمطرنح بيقة وممثل قائد الجيش. ومن حقكم أن تودعوا الشهيد بهذه الدموع السخينة وهذا المأثم الحاشد، فهو لا يكافأ مهما عملتم له، وقد بذل دمه عن الوطن وعن كل واحد من المواطنين، والأوطان تحيا بشهادة شهدائها، والشهادة طريق الخلود لصاحبها، وهي تلتقي في معناها الوطني مع معناها الديني القائل:
ذكر الصديق يدوم إلى الأبد. ولكي يطمئن قلبي وترتاح نفسي وتهدأ ثورتي يا فخامة الرئيس، ولكي أشعر فعلاً بأن دم ابني الشهيد وكل الشهداء لم ولن تذهب هدرا، فإني أطالبكم بأن تأخذ الدولة بأن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي في هذا الأمر، فيقتص من المجرمين القتلى وينالون العقاب الذي يستحقون. رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان حضر لتقديم واجب العزاء في صالون الكنيسة، مشددا على أن الدولة ستحاسب الفاعلين. لا سألت قال لي انت لو بتيجي فخامة الرئيس، سألوا للرئيس قلت له بتيجي فخامة الرئيس بيير معلق له لفخامة الرئيس 400 صورة بالبايت. احنا كان بدنا اياه على الحرس ما قدر يا بي يا فخامة الرئيس، هذا قدره. كل واحد بيعتدي على الدولة وبيعتدي على الجيش لازم يدير جزائه بأسرع وقت ممكن، ما حدا بيغطي. كل مواطن بحب الدولة ومعظم الناس هي قريبة وبدها الدولة وبدها الوطن، لازم تلتف حول الجيش ولازم ترفض المتطرفين والإرهابيين ولازم تحط لبنان بأول شيء. شو بدنا نحن بكل هذا الموضوع؟ إيواء مسلحين غرباء أو تسليح، موضوع لازم نبتعد عنه ويكون عندنا الدولة فقط وليس غير الدولة والجيش بصورة أساسية. وإن شاء الله الحق بياخذ مجرى وبأسرع وقت ممكن، والمجرمين بيتعاقبوا شر عقاب. وحضرت شخصيات سياسية من نواب ووزراء حاليين وسابقين للتعزية، إضافة إلى حشود شعبية من المناطق البقاعية المجاورة. الجيش كثف تواجده على جميع مداخل بلدة عرسال وبدأ حملة اعتقالات للمشتبه بهم في جريمة الاعتداء على الجيش. تقرير من عرسال لمراسلنا جاد غصن. طرقات عرسال خلت من الزوار، الجيش في كل مكان، يطوق الوديان المطلة على الحدود السورية، يقيم الحواجز على مداخل البلدة كافة ويسير الدوريات في الشوارع. في مقابل تشديد فوج المجوقل واللواء السادس وفوج الحدود البرية طوقها على البلدة وإلقائها القبض على ما يقارب 10 من سكانها منهم سوريين، زار وفد من جمعية العلماء المسلمين يتقدمه الشيخ سالم الرفاعي المنطقة. منعنا من مواكبة الزوار، ففي عرسال أمننا على مسؤوليتنا. استهل المشايخ زيارتهم بالصلاة ثم بلقاء مع فعاليات البلدة في دار رئاسة البلدية. الرافعي اعتبر انتشار الجيش حصارا لعرسال داعيا إلى فكه. تطالب هيئة العلماء المسلمين نظرا لخطورة الحادثة بلجنة تحقيق تكشف ملابسات ما جرى. ثانيا تطالب الهيئة الجيش اللبناني برفع الحصار العسكري والمداهمات الموسعة لأنها تزيد الاحتقان. ثالثا تدين الهيئة العملية الملتبسة التي أدت لاستشهاد الأخ خالد الحميد من أهالي أرسال أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، حيث أمطرته بوابل من النيران واختطفت جثته، ولولا أن سخر الله أهل الحمية لما اكتشفت الجريمة. أول شيء ما أتوا بالبلدية، ثاني شيء الضابط ما حدا عارفين أنه ضابط، ولولا ما صرنا حكيت للمرة المليون أنه ما حدا حكينا عارفين أنه هاي الدورية دورية جيش، وحكينا المرة أنه حكينا مع كل القوى الأمنية أنه ما في دورية بعرسال. اللي صار أنه نحن الناس ما عارفين أنه جيش، ولو عارفين أنه جيش ما بيصير هذا العميل. رئيس الحكومي وزير الداخلية وخالد الجيش تشرف يفتحوا تحقيق بعرسال، شوفوا يسألوا ما يسألوا رئيس بلد، يسألوا الناس الموجودة بعرسال بدنا بيجاوبونا على الحادث. كباش بعض العراسلة والمتضامنين معهم مع الجيش اللبناني والدولة لم يشهد خواتمه، وبالانتظار تبقى حالة الترقب والخوف من أن يصبح الخروج عن الدولة عدوى. جاد غصن، قناة الجديد. بالذات عسكرية وآليات عسكرية، بدت الصور التي حصلت عليها وسائل الإعلام تظهر العسكريين المعتدى عليهم في عرسال بعد الحادثة، لتظهر كذب المدعين بأن المسلحين التبس عليهم الموضوع.
بعد الأخذ والرد لأكثر من يومين حول تفاصيل الاعتداء على الجيش اللبناني، استحصلت قناة الجديد على الرواية كاملة من مصادر عسكرية مطلعة. البداية كانت مع اشتباك سيارة مدنية تابعة للجيش اللبناني مع المطلوب خالد حميد داخل بلدة عرسال. السيارة بعسكريها المدنيين تراجعت بعد القبض على حميد لتؤازرها سيارتي هامر عسكرية وداخلها عسكريين بالزي المرقط للجيش وعلى مرأى من الأهالي كافة. بعد إلقاء الجيش القبض على خالد حميد أقدمت مجموعة من المسلحين بنصب كمين له في جرود عرسال واحتجزوا القوة العسكرية هناك. بعدها تم نقل العسكريين إلى مقر البلدية التي تبعد حوالي 50 دقيقة عن موقع الكمين. إضافة إلى هذه المدة الكافية ليتعرفوا على أن المحتجزين عناصر في الجيش اللبناني يؤكد المصدر العسكري عينه، وعلى عكس ما أعلنه رئيس بلدية عرسال أن الجنود كانوا في سيارة هامفي عسكرية لا يستخدمها سوى الجيش اللبناني ولم يكونوا في فان أبيض للتمويه. وكذلك ثياب المحتجزين كانت بذات عسكرية كما أثبتت الصور. أخيرا وعند إدخالهم إلى دار البلدية وهم على قيد الحياة، أفتى الشيخ السلفي مصطفى الحجيري فتوى بقتلهما على الفور، عندئذ نفذ المسلحون القتل بالفراعة والبلطات. متابعة لآخر أجواء عرسال ينضم إلينا مراسلنا من هناك الزميل جاد غصن. جاد، مساء الخير إليك الهواء لوضعنا في أجواء عرسال مع حلول المساء، تفضل. مساء الخير داليا. أجواء عرسال كما ذكرنا في التقريرين السابقين كانت باردة إلى حد ما كما الأجواء الجوية هنا اليوم، وإن تخللها بعض التوتر توازيا مع تشيع الرائد الشهيد بيير بشعلاني في المريجات غير البعيدة من هنا. فقد انتشر الجيش على مداخل البلدة وأغلقها ونفذ انتشارا كثيفا، حيث تم تفتيش كامل السيارات التي دخلت إلى البلدة تفتيشا كثيفا، وكما كثف انتشاره الجيش على خراج البلدة وجرودها المطلة على القرى السورية في الوديان. والانتشار كان من خلال فوج المجوكل واللواء السادس وفوج الحدود البرية. هذا الانتشار ترافق مع تسيير دوريات داخل البلدة، وتم إلقاء القبض وتوقيف حوالي 30 شخصا داخل عرسال، ولكن لم يتم هناك مداهمات معينة إلى مقرات معينة داخل البلدة. تم توقيف 30 شخصا داخل بلدة عرسال، وبينهم كما أفادنا مصدر عسكري رفيع بينهم شخصية مهمة لم نعرف بعد هويتها، ولكنها شخصية مهمة على ما أفادنا المصدر الرفيع. خلال النهار تم هناك اجتماع لفعاليات هيئة العلماء المسلمين. هذا الاجتماع ومع فعاليات البلدة منعنا من تصويره والدخول إلى بلدة عرسال نظرا إلى ما نمي إلينا من فعاليات البلدة نفسها وليس من الجيش اللبناني، من فعاليات البلدة أن دخولنا لهناك يكون على مسؤولياتنا وأمننا غير مضمون في داخل البلدة على عكس وسائل إعلامية أخرى. خلال هذا الاجتماع أيضا نمي إلينا من خلال مصادر مجتمعة داخل هذا الاجتماع أنه كان هناك خلاف وجهات النظر بين العلماء والمشايخ، حيث أراد بعضهم تصعيد اللهجة إضافة إلى ما تم في البيان النهائي. كان هناك البعض يريد أن يوازي بين دم حميد ودم الشهيد بيير بشعلاني، ولكن قرر رأي بالتدخل من الشيخ سالم الرافع شخصيا بتخفيف اللهجة وبالبيان الذي خلصوا إليه. شكرا لك جاد ولفريق العمل، طبعا أنت باقي معنا لموفاتنا بكل جديد فور ورودي إليك، شكرا لك. لمناسبة الظروف الراهنة وجه قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى العسكريين أمر اليوم، وفيه نقول الذين يراهنون على استهداف الجيش مخطئ من يعتبر أن تعاطينا بحكمة مع الأحداث ضعف، ومخطئ من يفكر أن عملنا لمكافحة الإرهاب الذي يريد ضرب استقرار مجتمعنا والعيش المشترك بين أبناء وطننا قد التفاصيل إذن فيما يتعلق بأمر اليوم في هذا التقرير. لمناسبة الظروف الراهنة وجه قائد الجيش العماد جون قهوجي إلى العسكريين أمر اليوم، وفيه نقول للذين يراهنون على استهداف الجيش مخطئ من يعتبر أن تعاطينا بحكمة مع الأحداث ضعف، ومخطئ من يفكر أن عملنا لمكافحة الإرهاب الذي يريد ضرب استقرار مجتمعنا والعيش المشترك بين أبناء وطننا قد يتوقف لأي اعتبار أو كرمة لأي فريق مهما كان حجمه المحلي والإقليمي. وتابع قهوجي
نؤكد اليوم لرفيقينا وللجرحى الذين سقطوا أن معمودية الدم لمواجهة مخطط الفتنة مستمرة، ولن نسكت أو نقبل أي مساومة سياسية على دم شهيدين الرائد بيير مشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان، ونرفض أي محاولة من أي طرف أتت للتخفيف من وطأة بشاعة الجريمة التي ارتكبت بحق الجيش عن سابق تصور وتصميم وبأساليب همجية بعيدة عن معتقداتنا المسيحية والإسلامية. فالجيش لا يتراجع مهما كلف الأمر إلى أن يقتص من المجرمين أيا كانت هويتهم وانتمائهم، ومهما علت صرخات المدافعين عنهم. ووعدنا لشهيدينا وعائلاتهم ورفاقهم أن ينال الفاعلون والمتورطون ما يستحقونه مهما دفعنا من أثمان نبذلها في سبيل وحدة لبنان وأمنه واستقراره. رئيس الحكومة يتابع تفاصيل حادثة عرسال من وزارة الدفاع. اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من وزير الدفاع فايز غصن ومن قائد الجيش العماد جنقهوجي على تفاصيل حادث عرسال، وعبر الرئيس ميقاتي عن الدعم الكامل لقيادة الجيش في مواجهة الشحن الذي يحصل، وقال التحقيق في العملية قائم ولنترك للجيش بحكمته حل الموضوع بعيدا عن الشحن الطائفي. أكدت لقيادة الجيش دعم الكامل للجيش اللبناني، ونحن الجيش اللبناني هو سياج الوطن وله كل التغطية السياسية، وبنفس الوقت أردت إني أكد كمان لهم لهذه القيادة، وهن حقيقة خلال الاجتماع كمان شرحوا لي ما هي العلاقة التي تربط الجيش اللبناني بأهالي عرسال، العلاقة التاريخية حيث أكثر من نصف البيوت والمنازل في عرسال لها أبناء في الجيش اللبناني وما يربطهم، وهنا نريد أن نؤكد على ضرورة أن تحل هذا الإشكال بأسرع وقت ممكن، وأن يسلم المطلقين النار على الجيش اللبناني إلى الجهات القضائية المختصة. اتفقنا على سلسلة من الإجراءات سنقوم بها وسنسعى إليها لكي يكون هذا الحل حل سريع يضمن يعني كل يضمن حق كل الجهات، ولا يكون أحد يعتقد أن يمكن أن يتعدى على الجيش اللبناني. له كل الغطاء السياسي الكامل للقيام بواجبه كاملا، وهو سياج الوطن وحامي الوطن، ولا أحد يمكن أن يزايد على ذلك بتاتا. اليوم في عمل معين قام فيه الجيش كان له ردة فعل في مطلوبين، نتمنى من الحكماء والعقلاء في بلدتنا في عرسال لأهلنا بعرسال التعاون مع الجيش اللبناني لإجلاء كل المواضيع المتعلقة بهذه القضية. وقال ميقاتي نحن لا نقبل أن يشعر أي فريق من اللبنانيين أنه مستهدف في هذا الظرف. هل هناك بعد مادي واقتصادي لرفض رجال الدين للزواج المدني في لبنان؟ الإجابة في هذا التحقيق للزميل رامي الأمين. ما يحسب لمشروع الزواج المدني الاختياري في لبنان أنه استطاع توحيد رجال الدين مسلمين ومسيحيين ضده، وحينما يتوحد رجال الدين فتش عن المصالح. في الشارع اللبناني حينما تسأل عن تلقي رجال الدين أموالا لقاء عقد القران لا تسمع إلا إجابات تؤكد ذلك، مع اختلاف في تسمية هذا البدل. يعني هذه مش ملزم فيها. ايه دفعت شيء تقريبا ما بتذكر وقتها. هيدا كرم اخلاق مني هذاك الوقت، بريد انا اكرمه او لا؟ لا بلاش اجوا ولا شو بندفع؟ لانه رجال الدين عاده بس عم يقبضوا، بس من زمان نحن ببلاش بيدفعوا انه اكراميه، اما الشيء انه تعذب واجا تكلف واجا. ما بعرف قديش انه اذا عم يقبضوا ولا لا، بس اكيد ما معقول ما يقبضوا، يعني مش فور فري يعني. وفي منهم ماديين كثير بشارطوا الزواج قد ايه والعماده قد ايه، يعني صار تحسوا كله تجاره حتى برجال الدين. هذا الكلام وضعناه برسم رجلي دين، هما الشيخ خلدون عريمط والأب جوزيف عنداري، وكلاهما أكد وجود بدلات مادية يتكرم بها العروسان على رجال الدين، لكنها من باب المكرمة وليست ملزمة لأحد. ليس شرطا لإجراء العقد، وإنما عندما يأتي الشيخ إلى منزل العريس أو منزل العروس ويعقد هذا العقد عقد الزواج، ممكن تقوم الأسرة بتقديم تقدمة أو هبة أو هدية متواضعة، ممكن
أن يقبل هذه الهدية وممكن يرفضها، ممكن أن يقدمهم ويمكن أن لا يقدموا. إذا ليس شرطا وليس هناك مغنم مالي وراء هذا الموضوع. هلأ لا شك أنه في سر الزواج ممكن أنه الكاهن العريس أو الشبين أو من بإكرامية للكاهن أنه عمل هالسر، أنه هالأبونا لأنه بده يعيش من المذبح، خادم المذبح من المذبح يأكل. بس ما بدي أقول أنه الكاهن هو الإنسان يلي متكل على الزواج تعيش. يعتاش جزء من رجال الدين المسلمين من خلال مبالغ مالية يتقاضونها من مخصصات رئاسة مجلس الوزراء، كما يعتاش القسم الآخر من خلال العمل الشخصي كباقي أفراد المجتمع ومن أموال الأوقاف وطبعا من المكرمات. أما عند الطوائف المسيحية فمصادر العيش ليست نفسها، فالمساعدات التي تأتي من المؤمنين ومن مراكز الأبرشيات تؤمن عيشهم، بالإضافة إلى القضاديس والأعمال الرعوية التي يقوم بها الكاهن والتي يقبض مقابلها سمحة نفس من قبل المؤمنين. إيماننا أعظم بكثير من المال. الكاهن هو إنسان الرب بفيض عليه خيراته، منه بحاجة لموضوع معين يعيش منه. الموقف الشرعي بالنسبة للزواج المدني فهو حكما مرفوض تحت أي سبب من الأسباب وأي ظرف من الظروف. سبب الرفض ليس له خلفية مادية كما أسمع وكما يعني يشار بين وقت وآخر، وإنما له سبب ديني شرعي. إذن الشيخ عريمت والأب عنداري لا يعتبران رفض الكنيسة ودار الإفتاء والمجلس الشيعي الأعلى لقانون الزواج المدني ماديا بل شرعيا ويمس عمق الدين، لكن في المقابل كلنا نعرف أن قطع الأرزاق من قطع الأعناق. رامي الأمين. أهلا بكم من جديد. ردت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على مقدمة قناة الجديد قائلة إن القناة القديمة قدم الجثث العفنة عمدت إلى كتابة مقدمة بقلم استخباراتي من زمن بائد مبيد تقصد منها الربط بين مرحلة مؤسفة من مراحل الحرب اللبنانية وبين أحداث عرسال، في تركيب على تفكير مغلوط ورخيص، بغية الإساءة إلى رسالة الصحافة وشرفها أولا وإلى شهداء جيش لبنان وتضحياتهم ووفائهم ثانيا وإلى القوات اللبنانية وشهدائها ورئيسها ثالثا. وأعلنت القوات أن الدائرة القانونية التابعة لها ستدعي صباح غد على هذه المحطة لدى النيابة العامة التمييزية بتهمة الحض على القتل وزرع الفتنة والافتراء الجنائي الواضح وعلى من يقف وراءها ومن يستكتب لها مقدمتها. وقالت القوات إن العلاقة التي تربطها بالجيش اللبناني وقيادته لا تشبه البتة ما كان سائدا في فترة محددة ومحدودة جدا من زمن الحرب ومع الحكومة العسكرية تحديدا من دون الجيش، هذا الجيش الذي هو من أبناء القوات وأبائهم، كما في صفوفها ضباطا منهم متقاعدون وجنود، معتبرة أن الغاية من وراء هذه المقدمة التافهة تلك قد أضحت مكشوفة ومعروفة وغير ذات جدوى. وأضافت أن منطقة عرسال هي منطقة لبنانية ومن واجب الدولة حمايتها وحماية أهلها، ورئيس بلديتها منتخب غير معين ويخضع كما سواه للقوانين اللبنانية المرعية، مطالبة القضاء اللبناني بتحقيق شفاف يكشف كل خفايا القضية وكل من يحاول إلحاق الأذى بالجيش وبعرسال وأهلها. انتهى البيان. والذي تطاول الجديد في خانة القدح والذم، لكنها لن تدعي على دائرة إعلامية بل على دائرة جعجع نفسها عندما يقرر النطق بالذم ولا يوكل المهمة لزمرة لا تمتلك إلا الشتم وغير مطلعة على ما يبدو على تفاصيل حرب الإلغاء التي قام بها الحكيم ضد المؤسسة العسكرية عام 90. وكانت مقدمة الجديد قد استعرضت مرحلة الإلغاء وقالت إن التاريخ يعيد نفسه في عرسال وفي معادلة علي جعجع، وذكرت المقدمة بلقاء علي الحجيري رئيس بلدية عرسال بالدكتور سمير جعجع في تموز الماضي لشكره على تقديم الدعم للبلدة. وزير الطاقة والمياه جبران باسيل رد على مبادرة الحريري معتبرا أن الدوائر الصغرى تعني هيمنة المسلمين على المسيحيين، وتحدث في مؤتمر صحفي عن التهويل والتخويف الذي يمارس على مسيحي 14 من آذار والكنيسة المارونية وحزب الله وأمل لإسقاط مشروع الأرثوذكسي، قائلا إن المطلوب هو الصمود والتمسك بهذا المشروع. بدنا نشوف هذه المبادرة ما شو عم تترافق بالواقع من عمليات تخويف وتهويل. هيدا بعتقد أنها أجت
يعني لا تفي بالمطلوب وما بترد على أي جواب. بعدين مين قال إنه مجلس الشيوخ لازم تكون رئاسته لدرزة؟ بوضعنا الطائفي بلبنان، ما الطوائف ثلاثة الكبيرة ماروني سني شيعي، الرابع أرثوذكسي، ليه رئاسته مش لأرثوذكسي؟ ليه عم بيطمنوا لوليد جنبلاط إنه مجلس الشيوخ رئاسته للدروز؟ هيدي شو صارت؟ هيدي مش مثالثة، صارت مرابعة. وجودنا بهاللجنة واستماعنا للقانون المختلط لا يعني مطلقا أننا موافقين. فرصة؟ أوكي أعطينا فرصة. نحن منوافق بس على نقاش بيحكي عن مناصفة. إذا في بمبادرة دولة الرئيس سعد الحريري من إيجابية هو أنه قال أنه ما منقاطع، هيدي مسجلة. إذا نقر الأرثوذكسي ما منقاطع. البطريرك الماروني يقول إن شهيدي الجيش هما ضحيتا الأمن بالتراضي. رفع البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي الصوت عاليا في عظة الأحد فيما يتعلق بشهيدي الجيش، رافعا الصلاة لراحة نفسيهما. إنهما ضحية ما يسمى بكل أسف الأمن بالتراضي، ويحمل مسؤولية استشهادهما كل الجهات السياسية التي تغطي مثل هذه الاعتداءات على الجيش والقوى العسكرية والأمنية والعبث بأمن المواطنين وهيبة الدولة. فلابد أولا من تحصين الاستقرار الأمني بإزالة بؤر السلاح غير الشرعي وجزر الأمن بالتراضي، وبمنع أعمال الشغب كقطع الطرق واحتلال مبان ومرافق وأماكن عامة وتهديد المصالح الاقتصادية لبنانية كانت أم أجنبية، والإضرابات المفتوحة من دون جدوى، وظاهرة الخطف من أجل طلب الفدية. ودعا الراعي ذوي الإرادات الصالحة من سياسيين واقتصاديين للفصل بين السياسة والاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد اللبناني والنهوض به وتحصينه مسؤولية مشتركة يتقاسمها القطاعان العام والخاص. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبحث مع الرئيس نبيه بري في عين التيني نتائج زيارته إلى تركيا. المستجدات الراهنة على الساحة الداخلية بحثها رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. الأخير وضع الزيارة في إطار اللقاءات الأسبوعية الروتينية. مثل العادة اجتماع أسبوعي روتيني مع دولة الرئيس، حكينا كل الأوضاع الداخلية، حطيتوا بعض الأجواء الخارجية كمان، بعض أجواء مباحثات قمت فيها بالخارج خاصة زيارتي لتركيا. بخصوص الاعتداء على، وكان بري قد تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، وتركز البحث على الوضع في المنطقة بشكل عام والعدوان الإسرائيلي الجوي على سوريا بشكل خاص. رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال أرسلان علق على حادثة عرسال مشيرا إلى أن الموضوع جزء من مشروع يسعى لكسر هيبة الدولة. الدولة أنه تتحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع، وقلنا لهم على طاولة الحوار أكثر من مرة أنه أمن بالتراضي في البلد ما بقى تزبط. البلد معرض لكثير من المؤامرات، معرض لكثير من الاشتباكات الداخلية اللي عم تعكس نفسها عن الوضع الإقليمي العام. سياسة ما يسمى بالنائب النفس اللي قلناها كمان أكثر من مرة أنه هذه السياسة مطلوبة، إنما يجب أن تتحول إلى سياسة فعلية مش شعار فارغ. في مسجد الإمام علي عقد اجتماع لملتقى علماء لبنان للتداول في طرح قانون الزواج المدني، رافضين هذا المشروع لما فيه من مخالفات صريحة وواضحة للقرآن والسنة، واستغربوا ما صرح به الرئيس سعد الحريري في رده على مفتي الجمهورية اللبنانية، وتمنوا لو أن دولته ترك الأمر في هذا الشأن لأهل الذكر العلماء. طالب السادة العلماء دولة الرئيس سعد الدين الحريري مراجعة أهل الاختصاص قبل إبداء رأيه في القانون الذي كان قد رفضه والده الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، وأضافوا أن ما تكلم عنه دولته هو عقد الزواج المدني وليس قانون الزواج المدني،
وهذا مرده إلى التسمية التي وضع بها، فلو اطلع دولته ما هو قانون الزواج المدني وما فيه من مخالفات شرعية للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لوقف ضد هذا القانون كما وقف والده الشهيد. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نصر الدين الغريب يجدد المطالبة بقانون انتخابي على أساس نسبية. جدد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ناصر الدين الغريب خلال استقباله وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي مطالبته بقانون انتخابي على قاعدة نسبية. قانون الانتخاب نحن نريده أن يكون على القاعدة النسبية. أولاً أن يكون لبنان دائرة واحدة، ومن ثم إذا تعذر ذلك فلتكن على قاعدة المحافظات أو الدوائر الكبرى، حتى يأخذ كل حقه دون منة أو إحسان. في الشأن السوري قال الغريب: سوريا ستبقى عربية، وجبل العرب سيبقى جبل العرب، وإخواننا هناك سيبقون في حضن هذه الدولة المقاومة، لا يحتاجون النص من أحد، لا من لبنان ولا من غيره. أمنيا، أفاد مراسلنا في البقاع شوقي سعيد أن دورية من مفرزة طوارئ بعلبك عثرت عند 3 اليوم على المخطوف فادي أسعد متري في محلة دورس بعدما تركه أشخاص مجهولون، ولم يعرف ما إذا كانت قد دفعت أي فدية للإفراج عنه. متري كان قد اختطف يوم الجمعة من أمام منزله في المنصورية، وطالب الخاطفون في اتصال هاتفي مع أهله بمبلغ 800,000 دولار للإفراج عنه. نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ترعى افتتاح المبنى الجديد لمدرسة الثقافة والفنون التعليمية في علي. رعت نائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي افتتاح المبنى الجديد لمدرسة الثقافة والفنون التعليمية، والتي تعنى بتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في بيئة مدرسية تراعي أصول الدمج في منطقة علي، وقد استقبلت من قبل صاحبة المدرسة الدكتورة جهينة المشرفية. لم يطلب مني منذ أن توليت منصبي في مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية أن أفتتح عملاً لم تنجزه المؤسسة، وهي قد تكون سابقة إن دلت فإنما تدل عن تقدير واحترام من الطرف الآخر، وأعني الدكتورة جهينة مشرفية. قبلت فوراً الرعاية لأشجع حلماً تحقق، فإذا مات أحدنا سألت الناس ماذا ترك، ولكن السماء ستسأل ماذا قدم. وهي خطوة مباركة في إطار عملية الدمج التربوي التي تؤدي إلى انخراط هؤلاء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في البيئة الاجتماعية أسوة بغيرهم في الوطن. الديمقراطية عندنا ملزمة بجعل الحقوق الاجتماعية مثل الحقوق السياسية، وهذا ما أقرته الأسرة الدولية في شرعة حقوق الإنسان، ولكن لبنان غابت عنه المثالية وتراجعت فيه العدالة الاجتماعية. لا ضمان صحي ولا دمج تربوي ولا تنفيذ لحق التوظيف في القطاعين الخاص والعام ضمن 3% المتفق عليها. شكراً للهيئة الإدارية، وشكراً إلى مدينة طفولتي، مدينة التي طالما أحببتها، مدينة علي. والسلام عليكم. منحوتة رجل وامرأة تمثل الحياة، لأن الست ليلى تزرع الحياة، حبينا أنه يكون عندها ذكرى من الجبل. حضر الاحتفال رئيس بلدية علي وجد مراد، والأميرتان حياة أرسلان وزينة طلال أرسلان، والأستاذ رؤوف أبو زكي، ورجال دين وممثلين عن القيادات الأمنية وأعضاء الهيئتين الإدارية والتربوية والطلاب. قرية باب الشمس فتحت أبوابا وشموس أخرى للحرية في فلسطين. تقرير للزميلة نبال فرسخ. باب الشمس، باب الكرامة، كسر القيد، والآن المناطير، رابع القرى الفلسطينية المقاومة للاستيطان، والتي لم تمضي ساعات على تشييدها بالأمس في بورين جنوب نابلس المحتلة، حتى اقتحمت قوات الاحتلال القرية برفقة عشرات المستوطنين واعتدت على المشاركين وطردتهم. بنينا مجموعة من الخيام والتناكيات من أجل الإقامة فيهن، إلا أنه تفاجئنا في هجوم الجيش والمستوطنين بطريقة يعني قمعية جدا.
أخذوا الخيام وكسروا اللي بنيناه. سمينا القرية باب المناطير. المناطير إنه إحنا ناطرين على هاي من الناطور، ناطرين على هاي الأرض. دار السبع آخر تلة، يعني آخر تلة لبورين. إذا احتلوها اليهود خلاص بصيروا يعني فوق روسنا بالضبط. المواجهة امتدت إلى داخل قرية بورين وأدت إلى إصابة العشرات، بالإضافة إلى اعتقال حوالي 8 فلسطينيين. كل ما يطلع حدا دائما باستمرار بيجوا هاي المنطقة وبيطحوا الناس، ما بيخلوا حدا يجي، وبيستمروا بيضربوا، يعني بيقتلوا دائما حيوانات وإصابات في المنطقة هذيك. راي زي ما انتم سامعين رصاص حي، هذا بيضرب قاعدينه. طلعنا تقريبا الساعة 11 دعوة من المجلس انه نثبت اراضينا هاي، وانه احنا هاي اصحاب ملك فيها. ضرب علينا المسيل وانخنكت ووجد فيه رصاص مطاط ورحت على المستشفى. قمنا بعلاج عشرات الحالات للاختناق بالغاز، بالغاز مسيل للدموع والغاز الحارق الذي استخدمه قوات الاحتلال الصهيوني. طبعا بالاضافه الى في اطلاق عيارات ناريه، اصابتين في الرصاص الحي. احنا بدنا اراضينا ترجع في اي طريقه، وان شاء الله راح ترجع. اذا مش منا راح تيجي الاجيال اللي بعدين ترجعها. في ظل الصمت المطبق على جرائم الاحتلال ومستوطنيه، لم يجد الفلسطينيون من حيلة سوى مواجهة إقامة المستوطنات الإسرائيلية بإقامة المزيد من القرى الفلسطينية لتثبيت أراضيهم، رغم كل الوسائل التي يستخدمها الاحتلال لقمعهم. نبى الفرسخ، قناة الجديد، قرية بورين جنوب نابلس المحتلة. استمرار الاشتباكات في سوريا والرئيس السوري بشار الأسد يؤكد قدرة بلاده على التصدي لأي عدوان، وتل أبيب تعترف بالغارة وتحذر إيران وحزب الله من ضربة كبيرة. ذكرت المعارضة السورية أن الاشتباكات تتواصل في أكثر من موقع بسوريا، ووفقا للجان التنسيق المحلية فإن أكثر من 70 شخصا قتلوا في ساعات الماضية، معظمهم في حلب وريف دمشق والرقة. وبحسب المعارضة أيضا فإن الجيش النظامي أرسل تعزيزات إضافية إلى محيط دارية في محاولة لاستعادتها، لكن هذه القوات تواجه مقاومة عنيفة ألحقت بالقوات النظامية خسائر كبيرة. سياسيا، اتهم الرئيس السوري بشار الأسد إسرائيل بمحاولة زعزعة استقرار سوريا عبر شن غارة على قاعدة أبحاث عسكرية. وخلال اجتماعه في العاصمة السورية دمشق مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي، أكد الأسد أن بلاده قادرة على التصدي لأي عدوان، وأن سوريا بوعي شعبها وقوة جيشها وتمسكها بنهج المقاومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والتصدي لأي عدوان يستهدف الشعب السوري ودوره التاريخي والحضري. ونقلت سانا عن جليلي دعم إيران الكامل للشعب السوري المقاوم في مواجهة العدو الصهيوني، وحرصها على التنسيق المستمر مع سوريا للتصدي للمؤامرات والمشاريع الخارجية التي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها. في المقابل وفي أول اعتراف إسرائيلي واضح وصريح حول حادثة قصف موقع سوري من قبل الطائرات الإسرائيلية، أعلن في المؤتمر الأمني المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية وزير الحرب الإسرائيلي هدى باراك مسؤولية تل أبيب عن العملية. لا يمكنني إضافة أي شيء لما قرأتموه في الصحف بشأن ما حدث في سوريا قبل عدة أيام، لكنني أواصل القول صراحة أننا قلنا، وهذا دليل آخر على أننا حين نقول شيئا فإننا نعنيه، نقول أننا لا نعتقد أنه ينبغي السماح بجلب أنظمة أسلحة متقدمة إلى لبنان. نهاية سقوط الأسد قريبة، وهذا سيكون بمثابة ضربة كبيرة للإيرانيين ولحزب الله، ونحن لا نفهم كيف يدعمونه هؤلاء في إيران وفي حزب الله، لكنهم سيعانون من ضربة كبيرة. وكانت ميونخ قد شهدت سلسلة لقاءات بين عدد من القادة والمسؤولين، وقد وصف وزير الخارجية الروسي والإيراني ونائب الرئيس الأمريكي استعداد رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب للتفاهم مع نظام الأسد على إنه خطوة كبرى نحو حل الأزمة. هذا وعاد الخطيب إلى مقره في القاهرة ليفسر لأعضاء الائتلاف المحادثات التي أجراها على أمل تحقيق انفراج في الأزمة. وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، إذا كنا نريد وقف إراقة الدماء فإننا لا يمكن أن نستمر في تبادل إلقاء اللوم، مرحبا بمبادرة الخطيب ومضيفا أنه مستعد لمواصلة الحديث مع المعارضة.
نشر البيت الأبيض السبت صورة للرئيس الأمريكي باراك أوباما وهو يطلق النار من بندقية صيد على أطباق الرماية، وذلك في مسعى منه على ما يبدو للتأكيد على أن الرئيس الذي يشن حملة لتجديد قوانين حيازة الأسلحة يحب في الوقت نفسه إطلاق النار. وتظهر الصورة الرئيس حاملا بندقية صيد يطلق منها النار مصوبا بدقة على الطبق الطائر. وأوضح البيت الأبيض أن الصورة التي نشرها على موقع فليكر التقطت في آب أغسطس عام 2012 في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ماريلاند قرب واشنطن. ويأتي نشر هذه الصورة في ظل الانقسام الذي يشهده المجتمع الأمريكي حاليا بين من يطالب بتشديد ضوابط حيازة الأسلحة النارية ومن يرفض أي مس بحق حيازة الأسلحة، لتؤكد أن الرئيس لا يعارض حيازة الأسلحة النارية إذا كان الهدف منها ممارسة هواية وليس ارتكاب جريمة. كان في النشرة عرس البشعلاني من بلوني إلى المريجات. ورئيس الجمهورية يعزي غيرة الجيش من مصر أرضا، بالعكس في التصميم على توقيف المعتدين ومحاكمتهم. الجيش يتجوقل في عرسال والشهداء ماتوا بلباسهم العسكري. قاوجي في أمر اليوم الجريمة عن سابق إصرار. في الخاص الزواج المدني قطع الأرزاق من قطع الأعناق. وميونخ مطبخ الحل السوري. كان هذا كل شيء، نشكر لكم حسن المتابعة ونعود ونلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فإلى اللقاء.